بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعلمكم ازاي تعملوا فانوس رمضان من كرتونة البيض. زي ما انتم شايفين المنظر الجميل دوت، بتعلقوه في حبل بتبل كده يزين البيت. بنجيب كرتونة البيض ونقصقص، نعلمها كده كلها، بعدين نقصقصها، ناخد الحروف اللي فوق دي مع كل جنب زي كده اهو، نقصقصهم عشان اختصار للفيديو. نجيبه كده ونجيب لزق، نعمل واحدة لون، نجيب ألوان كراتين البيض ونقص يعني دي كده، نعملها كده، نسيبها طبعا تنشف اهو بالمنظر ده. حاجة سهلة خالص، ونعمل كميات ونجيب فرع حبل كده ونعلقهم فيه بالدبل، تبقى عندنا ولا خيط بالإبرة نجمعهم. يا رب يكون عجبتكم الفكرة وتعملوا مشاركة إعجاب للفيديو.